بتتصب وبتحطوا فيها الشمع شرائح المعدن بيتعمل وتتصب المعدن في قلب الفجر اللي هم عايزين يصبوه اذا كان مصبوب سواء اذا كان يعني لو لويحات او الواح من الذهب او الفضه وبتتشكل على هيئه تمثال على كور يعني القالب اللي هيتعمل عليه وبعد كده يتحط يتصب في قلب القالب دوت المعدن والشرائح الرفيعه كانت تنتج بالطرق على الواح من الخشب او الطين لتوفير المعدن السليم. مفيش تماثيل ذهب في حجره توت عنخ امون او في اثاث غير التمثال الصغير قوي اللي هو الدلايه اللي موجود في الفاترينا اللي موجوده على يمين الداخل في المتحف المصري اللي كان فيها زمان القناع. دلوقتي القناع بقى الواحد والفاترينا على اليمين فيها التمثال الذهب الصغير، هو ده التمثال الذهب المطروح الذهب حقيقي يعني سميك يعني. انما بقيه الاشياء الاخرى هنشوف بعض طبعا في مقبره تاريخ ميراح اللي احنا كلنا عارفينها فيها كل مناظر الحرفيين بالتفاصيل الممله واحنا متشكرين قوي ان الفنانين لو عملوا البانورامات الكبيره دي في بعض المقابر سواء اذا كانت في الدوله القديمه او في الدوله الوسطى او في الدوله الحديثه. احنا عندنا البانورامات الكبيره للورش دي لكن اهمهم واحسنهم اللي موجوده في مقبره ريخ ميراح. لو اتخذنا قناع توت عنخ آمون كمثال فنجد انه صنع من شرائح من الذهب المطروقه ثم تلمع بالذهب. هنشوف الكلام ده. ادي القناع اهو. القناع اول مره انا اشوف ان الدقن او اللحيه المستعاره دي تنفصل بالشكل ده. فاحنا كنا فاكرين ان اللحيه دي مثبته بعاشق ومعشوق في قلب الدقن من هنا. في قلب دقن القناع. لكن لما حصل الحادثه الفظيعه اللي حصلت وهزت حد خبط ايده اتخبطت في اللحيه المستعاره دي ووقعت وكانت فضيحه جامده جدا. يعني طب احنا ما خسرناش قوي احنا كسبنا. كسبنا ان احنا الجيل بتاعنا ما عرفش ان اللحيه كانت مثبته بالشكل دوت. انما كنا فاكرين ان في عاشق ومعشوق بيشبك في الدقن من تحت وبتشبكها من تحت وبيتنيها من جوه زي ما احنا لعب الاطفال زمان كان عندنا العربيات بتاعت البوليس والحاجات دي اللي بيجيبها لاولادنا ولما تتفك اللي هي من الصفيح وبيتعشاها ببعض واللسان بتاعها بيتني بحيث انها تشبك في قلب بعض. هي كانت معموله كده بس هنا كان اللحيه ملزوقه بطريقه غريبه جدا يعني باللازق فقط وزي ما شايفين مطرح اللحيه هو مقفول في الصوره الوسطانيه اللحية من تحت مقفولة يعني ما هيش تدخل اللسان عشان يشوفوه من تحت. والقناع دوت اغلبنا ما بناخدش بالنا واحنا في المتحف ان القناع ده عليه نص من كتاب الموتى الفصل 151 ب من كتاب الموتى. هو بنسميه فصل اجزاء جسم الانسان. يعني يقول له ايه لحيتك دي لحية الاله المعبود فلان، ده وجهك وجه المعبود فلان، ده عينيك عينين المعبود فلان، دي عشان يديها حمايه. اذا لما بيقرا عليه هذه الايه من كتاب الموتى الفصل 151 ب يبقى هيعمل حسابه ان هذا القناع او هذا الجسد هيوضع تحت هو زي ما احنا شايفين في الصوره اللي على اليمين مكتوب من ورا، ما حدش باخد منه بيرلو مننا اغلبنا. لأن ابننا مستعجلين لما بنخش جوه ونشوف القناع ما بنشوفش وراه ايه. ممنوع ما تخشش اصلا. ازاي بقى؟ ممنوع ليه؟ ممنوع ما تخشش جوه الاوضه دي من الاساس. اوضه توت عنخ امون؟ يس. لا لا. مفيش شرح ما تخشش جوه. ما تشرحش لكن بتشوفها. ايوه بتشوف. مش ممنوع تخش. لا 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 انا عارف ان معلش كل شيخ له طريقه. يا هشام انا كنت بقف على باب المتحف زمان وانا وبيه وانت داخل اقول لك عندك ملاحيظ عايز نحسن ايه؟ نعمل ايه؟ نسوي ايه؟ اسال وليد البطوطي. وليد البطوطي زميلكم ده كان كل يوم والتاني يجي لي يقول لي في كذا او معاه واروح اشوفه كان بيلاحظ ولما تلاحظوا حاجه الناس قولوا للمديرين وخلوا الناس يخشوا معاكم ويشوفوا بدل ما هم قاعدين بره في المكاتب والامنا بتوع الاقسام
من القطع الاثريه الهامه لتوت عنخ امون الخنجر الذهبي. الخنجر ده النصب بتاعه حديد نيزكي، وده من الابداعات الكبيره جدا. ولما نقول حديد نيزكي 90% منه حديد و10% منه نيكل وبعض المعادن الاخرى. النيكل ده هو اللي ساعد على انه ما يصديش، لان انتوا يا حضراتكم شايفين ان النصب ده من حديد نيزكي حديد، ودي اول مره بيسموه ميتيوريك ايرون او حديد نيزكي. فده في حد ذاته انجاز كبير جدا جدا. في ناس عندهم حضارات اخرى في اوروبا، ومنهم احد مدير المتاحف الكبيره جدا جاء هيقول لي على حاجه هقولها لكم بعد كده، قال لي ده الحاجات دي كانت مستورات. هو يعني ما يكون مستورات مثلا، ايه يعني ما يكون مستورد؟ لقوا ان في حاجه مهمه خارج مصر ما يكوهاش. ليه؟ العجله الحربيه ما كانتش مصريه، مش كده ولا ايه؟ العجله الحربيه دي ليكسوس، هم اللي اشتغلوا عليها من الاول، لكن برضو عجلنا احنا اتطور جدا جدا واصبح من احسن. لاحظوا معايا هنا ما فيش واحد هيشوف الجزء اللي تحت ده خالص، ده من ده كريستال حقيقي. الجزء السفلي ده في نهايه يد النصل معمول من احنا بنسميه من البالون الصخري كريستالي. وده ابداع برضه، ابداع ان يجيب الكريستاله الكبيره، يلاقي الكريستاله الكبيره دي ويبدعها ويعملها كنهايه للمهر. لكن هنبص نلاقي التفاصيل اللي موجوده على يد الخنجر او اللي موجوده على الغمد بتاع الخنجر، هنلاقي ابداع ما بعده ابداع، وهنتكلم عنه بالتفصيل عن ابداعات التحبيب والكلوازونيه والحاجات دي كلها هنشوفها بعد كده. برضه هذا الخنجر الذهب هنشوف التفاصيل اللي موجوده على الغمد من الحيوانات. لازم احكي للحواديت ديت، هي دي اللي ابص للسائح لما يخش يتفرج على بعض الحاجات دي هيعجب بيها، ولازم افسرها له. وهي دي اهم من ان انا ده تمثال واقف وده تمثال وقاعد وده رجله الشمال لقدام وده رجله اليمين ورا ودي بقى. كل الكلام دوت مش هيهمه قوي، لكن اللي هيهمه ابداعات الفنون وابداعات التكنولوجيا المتقدمه. احنا عندنا احجار، انا اسف ان انا بكتب الحاجات دي، انا عارف حضرتكم كلكم عارفينها، فانوس من سيناء من مكان قريب من سيراميد الخادم. انا شفته بنفسي، انا رحت مره واحده بس سيراميد الخادم، ما شاء الله الدكتور محمد وزمايله راحوا لهم كذا مره، وكنت بسال العربان اللي موجود انا كول فين الفيروس اللي هنا، يقول لك هو عندهم هم جايبين شويه عينات كده بيبيعوها للناس، ولكن اغلب الفيروس اللي كان في الجبل هناك ده انتهت خلاص، واصبح الفيروس بيجي من بلاد اخرى. ثم انا يهمني في الاحجار دي، اللي يهمني قوي قوي في المصري القديم فكر فيها ازاي، قال على اللون الازرق ايه، وكانوا بيجيبوه منين. الاماتيست على سبيل المثال اللي هو اللون الفيولا دوت كان لونه بنفسجي بدرجات، استخرج من الصحراء الشرقيه شرق ابو سمبل، كان يرمز للسعاده والفرح. الفلسبار ازرق فاتح وبيجي من الصحراء الشرقيه، وكل الازرق والاخضر بيرمز للخير. لما نيجي ل الاربع توابيت الصغيره الخاصه بالاحشاء المصنوعه من الذهب الملك توت عنخ امون، هو تفكروا ان ده وش وغطا بس، او غطا و 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 كوت بس. لا، ده الغطا هنشوفه معمول من رقيق، الرق الداخلي والرق الخارجي وكله ملحوم، ملحوم بالتسخين. نعتقد واعتقد اغلب علماء الطبيعه وعلماء الكيمياء ان مفيش حاجه اسمها ماده نستعملها عشان تلحم، فكان بيسخن الجزئين ويشبكهم مع بعض. في اعتقادي، ما زال في اعتقادي هذا الى ان يثبت حد تاني يجيب لنا نظريه اخرى. لما نشوف التابوت توت عنخ امون اللي وزنه حوالي 110 كيلو جرام من الذهب، وده طبعا التابوت الوحيد من الذهب. ولما نشوف التابوت الاوسط من الخشب وعليه هذه الزخارف الرائعه اللي معموله ب
بإتقان شديد جدا جدا، كل مليمتر محسوب فيها. وتمثل الملك توت عنخ آمون راقد. ثم بمناسبة الألسنة دي، من حوالي 25 سنة أو 26 سنة دخل علي رئيس القسم المصري في المتحف البريطاني هاري سميث، الراجل اللي عمل عن الأهرامات، كتاب عن الأهرامات. سميث ده جالي ومعايا بالكبريت وغيرة كده، وقال أنا جاي بقى في أمانة، في ناس عندهم أمانة وفي ناس ولاد كلب حرامي. أنا آسف يعني، ده عامل عامل ممتاز بالشتايم. جاب لي ست مسامير خاصة بالتابوت ده اللي بيدخلها يشبك الألسنة دي مع الحوض بتاع التابوت. وقال لي ست احنا كنا شاكين فيهم، قالوا دي ممكن تبقى يا فضة يا تبقى بيسموه ايه؟ نعم مش عارف دكتور مصطفى. المسامير دي كانت ايه اللي بتشبك الغطاء في القاع بتاع التابوت. وقال لي دول كانوا موجودين عندنا وانا لقيتهم وكانوا اتنسوا لانه كانوا بيعملوا عليهم تجارب يشوفوا من اي معدن، هل دول الكتروم ولا فضه، واحنا ما كناش عارفين، وهم خلصت الابحاث بتاعتهم من زمان واتنسوا، وانا لقيتهم وهو بجيبهم لك اهو من غير ما حد يعرف، ودخلناهم في السجل ومشيت الامور بطبيعتها، وكتبنا مذكره للاداره ان جالنا ست مسامير من المتحف البريطاني. انتوا عارفين طبعا ان في تفضيل ايضا، زي ما احنا بنقول في تذهيب في تفضيل، يعني يفضل. واحنا عندنا تابوت من التوابيت بتاعه يويا مفضل، وزي ما احنا شفنا زي ما عم نشوف اهو كانت بتغشى بقطع الاثاث بالذهب، وخاصه الخاصه بالملوك والارباب. وانا ما بقولش ابدا الالهه، خلي بالكم خلوا الالهه دي الهنا بس الواحد، انما نقول ارباب معبودات بتاع ما فيش مشكله بالعربي، انما نقول ديتيز حتى لما نقول جودز بالانجلش مش مشكله. والعلامات الهيروغليفيه كانت تحفر على الخشب مباشره دون الياسه من الملاط، او يتعمل الياسه ملاط خفيفه قوي ويتنقش عليها النقوش اللي موجوده. زي ما احنا هنشوف هنا الناوس بتاع اواني الاحشاء اللي احنا شايفينها دي، برضو ده من اكبر الابداعات اللي وصلت لنا من مصر القديمه. هو ان يكون ان عندنا صندوق في اواني الاحشاء او في الاحشاء، ثم الصندوق ده يخش على زحافه والزحافه يركب عليها هذا الناوس، الناوس ده منفرغ من تحت بحيث ان هو لما يركب على الزحافه دي يبقى مكتمل بعد كده. فاذا ادي ابداع من الابداعات، ما عملش كل حاجه ببساطه، لا ده فكر فيها وعمل لها ديزاين وعمل لها الكوبرا اللي موجوده والربات اللي موجوده على الجوانب، وحتى النقوش اللي موجوده الجميله جدا اللي موجوده بين علاقات الملك مع زوجته عن خس ان امون. وزي ما احنا شايفين حتى في المناظر دي هو الملك قاعد ساند ذراعه على مسند الكرسي، وحتى في بعض المناظر زي ما حد شاركني في الراي ان حتى هو بيصطاد وهو قاعد على كرسي. فدي تفاصيل صغيره. ثم نجد التمثال الجميل دوت للملك توت عنخ آمون. وهو انا عايزكم تفكروا معايا دلوقتي. توت عنخ آمون هو ماسك الحربه كانه بيحارب، كان هو المعبود حورس بيحارب سيت، وسيت ده كان بيمثل على هيئه تعبان او على هيئه تمساح او يعني رب الشر عندهم غير المصريين، والتماثيل مذهبه وعلى مركب جميله جدا وبتاع. المنظرين اللي هنا دول من مقابر عثر عليهم في مقابر الملوك، التماثيل الصغيره دي السود الاثنين دول هي نفس الفورمه بتاعت اللي بيضرب بالهربه، لكن في فرق كبير جدا في الصنع. التماثيل السوداء ديت مدهونه قار،
ودي مسروقه من مقابر الملوك او ربما سرق من عليها، خلع من عليها شرائط الذهب ربما ربما. وبعد كده عالجوها المصري القديم عشان حاسبها في المقبره لسه، بعد ما لقوا المقبره مسروقه حاسبها يوم عالجوها ودهنوها بالقار علشان العده والحشرات وبتبصي، ويبقى برضو شكلها كانها في العالم الاخر لان تماثيل العالم الاخر ممكن يا اما تبقى مذهبه يا اما تبقى سودة لانها في عالم السفلي يعني. لكن في فرق كبير جدا في شكل وفي الاتقان في العمل في هذا العمل. لما نشوف التمثالين دول مع التمثال بتاع توت عنخ آمون نعرف ان كان في ابداع في عصر توت عنخ آمون، سواء دول كانوا مذهبين او مش مذهبين. ايضا لقينا 28 تمثال لارباب مختلفه. هذه التماثيل في هتبقى هي في صحبه الملك، حاشيه الملك، حمايه الملك في العالم الاخر. ها هنشوف التماثيل دي. ادي التمثال الاوسط اللي هناك ده هو حارس في مقبره يا اما تحتمس الرابع يا يا تحتمس الثاني او الثالث. هنقارنه بتماثيل بتاع خامون هنلاقي في اختلاف كبير جدا دي. اولا هو حجمه مش حجم التماثيل الكبيره دي، لان حجم تماثيل بتاع خامون قد الحارس او احنا بنسميها تماثيل الكا بتبقى موجوده زي موجوده عندنا، لكن التمثال اللي في وسط هناك دوت من ضمن التماثيل بتاعه الكا او الارباب اللي كانت موجوده في مقابر الملوك الاخرى اللي عثر عليها بعد ما اتسرقت وعثر عليها في العصر الحديث. فاذا في فرق بين التماثيل القديمه وتماثيل توت عنخ آمون. برضو هذا التمثال والفهد، احنا عندنا فهد برضو في المتحف المصري من مقابر الملوك في اوضه 12، يطلع في اوضه 12 فوق هشوف كل الاثار الباقيه في مقابر الملوك تحتمس الرابع ومن تحتمس الثاني وبعض الملوك والامراء الاخر من موادي الملوك، هشوف في فهد زي ده، لكن الفهد دوت مذهب وجميل وايضا معمول بعنايه فائقه برغم انه لونه اسود برضه. لما نشوف هنا نعم في رمزيه بناء في ايه؟ ان هو رمز ديني ان هو واقف على فهد. اقول حق انا بتعمل كام؟ قصدك ايه قصدك كده؟ ايوه ده حمايه والحراسه، هو داخل العالم الاخر فراكب على الفهد عشان يوسع له السكه. كل حاجه فيها تفكير لازم نفكر، احنا نفكر هو كان بيعمل حاجات دي ليه؟ الفهد هو هيخوف من وخصوصا ان لونه الاسود كمان ما تنسوش في العالم الاخر هيبعد كل الشرور عنه. وكان موجود الفتره ديت وجود الفهد والاسد. اه طبعا طبعا بس مش بكثره، كان فيه. طب اقول لك حاجه، انا شفت في الاورنه شفت ثعالب وشفت ذئاب موجودة لغاية دلوقتي وابن قوى لغاية دلوقتي أنا شفتهم بعيني خصوصا بالليل بينزلوا من الجبل عشان يروحوا للقرى يسرقوا حاجة يخطفوا حاجة ياكلوا حاجة. هنشوف التمثال برضو اللي على الشمال دوت من مقابر الملوك الأخر. هنشوف إن هذا التمثال هو سخمة وفي فرق كبير جدا جدا. ما تقوليش إن مدهون أسود وربما يكون الذهب اللي عليه أزيل يعني أو تشاب رقائق ده ممكن وده احتمال 25-30%، إنما شوف سخمة من توت عنخ آمون بتفاصيل الأرضية بتاعتها وتفاصيل الوجه وتفاصيل قرص القمر اللي على المخ. ثم نشوف بتاع ده تحفة في حد ذاته من ضمن ال 28 تمثال. وحتى السكال كاب أو الكاب الطاقية اللي هو لابسها معمولة من فايونس، ودي غريبة جدا جدا يكون يعمل فايانس على قد الراس بالظبط وتنزل مظبوط من الفايانس اللي ممكن يتكسر منه، لكن عاملها بحرفية جامدة وفيها الفن الجميل. ادي التمثال ده بتاع توت عنخ آمون وإلهة اسمها منكرت. التمثال اللي فوق ده اتسرق أيام الثورة المنيلة بديلة اللي عدت علينا في سنة 2011. التمثال ده سرق وكانوا فاكرينه ذهب. وبعض التماثيل
اللي في قاعة توت عنخ آمون المستطيلة دي كانوا بيكسروا الباترينا ويخبطوا التمثال في الأرض عشان يشوفوا إذا كان ده خالص ولا خشب. اللي بيلاقوا خشب كانوا بيرموه، ولما لقوا التمثال الزوار ده شكله جميل اتاخد معاهم وما زال مفقود حتى الآن. ويمكن أنا بحب أوري الصورة دي دايما عشان اللي يشوفها في مكان ما يقدر نحاول نستردها، لأن التمثال ده مهم جدا. ده الملك توت عنخ آمون نفسه اللي هو فوق ده، وبشايلة الربة أو المعبودة من كرائم. ثم نشوف إيه الهدايا اللي خدها توت عنخ آمون. من ضمن الهدايا اللي جت لتوت عنخ آمون بعد وفاته التمثال اللي على اليمين ده قدام حضراتكم، بتاج الخبرش وبالحقاب وبالمذبة اللي هو ده مكتوب على الرجلين بتاعته من تحت مهدى من الضابط او عضو ضابط من ضباط الجيش اسمه نختمين مهدى. وده من احلى التماثيل اللي موجوده من تماثيل الشواطي، فادال الملك توت عنخ آمون. فاحنا هنتكلم عن الشواطي بعد كده لما نقول ان توت عنخ آمون عنده حاجه متفرده ما حصلتش في وجهه نظري انا قبل كده. احنا عارفين ان تماثيل الشواطي كام تمثال؟ 365 كل واحد على اليوم، مش كده؟ وبعدين 365 كل واحد على اليوم حسب السنه، ثم عليهم 12 واحد، لا 36، يبقى كام؟ 36 كل مده 10 ايام، السنه فيها 36 مده عليهم رئيس، عليهم رئيس يبقى كام؟ 401. في توت عنخ آمون احنا عندنا 413، ال 12 التانيين بتوع ايه؟ واحد رئيس لكل شخص. خلاص؟ يبقى احنا عندنا 365 زائد 36 الرئيس العادي يبقى 401، وده العادي اللي جاء في مصر القديمه كلها. الا في حاله توت عنخ آمون لقينا ان عنده 12 تمثال زيادة، كل واحد لشهر معين. يبقى إذا نعم المفروض إن الملوك بتعامل معاملة الآلهة أصلا مش لازم، مش عايزين نقول آلهة بقى، أما أنا بقول إيه؟ أرباب أو أرباب مش محتاجين مشابه أصلا. إزاي بقى؟ الملك ده مش بشر، هو بيعتبر أنت عارف لما بتقول رب العمل، مش كده بتقول رب العمل؟ هو رب صحيح؟ ده رئيس العمل، مش كده؟ فاحنا بنقول ارباب، لان هو مش هنقول الهه اله. اقول لك حاجه مهمه جدا يمكن انا كتبتها على الفيسبوك في الفصل 1130 من نصوص التوابيت، اللي بيقول رب الجميع خلق كل البشر متساويين ووجههم لفعل الخير، ومن يفعل الشر فهو من نفسه. يبقى رب الجميع الكبير قوي، واحد خلق كل البشر متساويين ووجههم بفطره لفعل الخير، ومن يعمل الشر فهو من نفسه. شوفوا هو ده في نصوص التوابيت اللي هي ادب من كتاب الموتى وادب من كتب العالم الاخر. فاذا الملك انسان، بس احنا بنقول ايه؟ مبجل اكتر من اللازم. ليه هو مبجل؟ لان في اعتقادهم ان هو من نسل الارباب، مش كده ولا ايه؟ الملك من نسل الارباب، زي ما احنا بنقول ايه؟ ده الملك مقدس، ده الملك ده لازم نطيعه لان هو ربنا هو اللي بعته لنا، الكلام دوت يعني. فاذا التماثيل الشواطي دي لازم يشتغل، لازم يشتغل في العالم الاخر. ليه؟ هو خايف يحسن يطلب منه انه يشتغل، مش بيقول له اذا في اليوم في العالم الاخر اذا طلب ان تحمل التراب من الضفه الغربيه للضفه الشرقيه وتزرع في الحقول وتعمل وتسوي، فهتقول انت بدال مني انا زارع، انا هو زي ما تقول في الجيش ينادي على واحد يقول له افندم، انت هتقول افندم مكتوب على النص. يبقى اذا هو هيعمل لو فرض ان هو يشتغل في العالم الاخر. فأرجو إن أنتوا تقروا في الحاجات دي، مهمة جدا جدا، لأن هي دي القصص اللي كل الناس بيحبوها وكل السياح بيحبوها. لما الواحد يحكي لهم حاجة
هو ما يعرفهاش. انما انا بقول له تمثال ولوحه وفلان، انا اقول له الشخص ده كان بيشتغل كذا وكان عندنا وظيفه كده. شوف الفيديو بتاع وقت. هل قلت كان ده بعد موت بتاع قانون؟ ايوه هو اداهوله. نحت مين؟ مش المفروض ان الاشرطي بتكون معموله؟ ما هو اتعمل فعلا، عملوه، هو ادوله اثنين ثلاثه كل واحد كتب اسمه عليه. ده هي منه، لان ده قطعه فريده، لانه لما تيجي تعمل ماس برودكشن، عارفه انت ماس برودكشن؟ لما تعملي ماس برودكشن بتبقي مش مهتمه قوي، انما لما تكون معمول واحد مخصوص كده، ده معمول له مخصوص. برضه المرايا، انتوا عارفين كلمه عنف معناها تضحيه. اذا المرايه بتوريني شكلي، تبقى بتوريني الحياه، مش كده ولا ايه؟ انا عايزكم برضه تفسروا للاجانب كده ان الحياه هي عنف، انما لما تبقى مرايه على شكل عنخ وهي اسمها عنخ فعلا، يعني معناها الحياه، يعني بتوريني شكل الحقيقي. المرايا دي اخيرا انا رايت، انا كنت فاكر ان هنا بيبقى فيه ديسك، عارفين ديسك يعني ايه؟ يعني قرص مدور يتلمع من الفضه، لان الفضه احسن من الذهب، وما عملش المرايه اللي هي زي مرايتنا الحديثه، وكان بتتحط جوه ويقفل عليها يقفل عليها. فواحد جاء قال لا ده هي دي كهي المرايه نفسها، واحد اظن لوبان اسمه اللي في متحف هانوفر، جه عمل محاضره في مؤتمر بتاع القانون الاخراني، وقال ان ده ان هي المرايه، هي دي المرايه، يعني هو بيلمعها من جوه بس وتبقى مرايه، لكن احنا لقينا اقراص من الفضه او من الذهب بتبقى موجوده جوه. والمرايه الاخرى اللي هي يبقى ماسك السيماتاوي، عارفين السيماتاوي؟ وحده الارضين، هو ماسك في قبضه ايده اللي بيشوف فيها نفسه، هي وحده الارضين في علبة المراية، أنا بسميها علبة مراية. أنا أستاذ أحمد أنا هتقفلوا دلوقتي ولا لسه؟ بص نخش للتكنيك بقى، خلوا بالكم من التكنيك. إحنا بنيجي قدام بغض الحرية الخاصة بتوت عنخ آمون ونقول هذه اسورة من الذهب وعليها الجعران والجعران مرصع، فاحنا بنسمي دي تقنيه الكلوزني. كلوزني هنشرحه بتفاصيل اكتر، عايزكم تعرفوا الكلمه دي كلوزني، ويمكن يعني بعضكم عارف كلوزني معناها ان انت بتطعم بالحجر شبه الكريم. احنا ما عندناش احجار كريمه في مصر خالص، خلوا بالكم احنا ما عندناش احجار كريمه، كلها احجار شبه كريم. حتى الروك كريستال شبه كريم، حتى البلور الصخري شبه كريم. كل الاحجار اللي انتم بتشوفيها دي احنا ما عندناش. فالحجر دوت بتعمل له رسمه بسلك من الذهب ويتطعم على قده بالظبط، يتنحت قطعه الحجر وتخش في الجزء بتاعها وتتعمل لها التفاصيل وكل حاجه، وده معمول بتقنيه الكلوزوني. يبقى اسمه هو سوليد نفسه، وفي نفس الوقت فيه مناظر جميله. في طبعا اهم دلايه في وجهه نظري من دلايات الملك توت عنخ، لان هذه الدلايه فيها رموز كثيره جدا. عندنا رمز القمر فوق خالص والعين مقدسة، ثم المركب بتاعت الشمس اللي بيحرسها الاثنين الكبرى، ثم الجعران المجنح. الحجر ده اسمه شالسيدوني، شالسيدوني بيسموه بالعربي خلقدون، بيسموه بالعربي ايه؟ خلقدون. الشالسيدوني ده باللون ده مش موجودة الا في حتة واحدة بس في مصر، جنب قرب مرسى مطروح في الصحراء الغربي. هذا الحجر اللي لونه اخضر على فاتح بالشكل دوت وشفاف، دم اسمه الخلقدون، ومعمول بكل اللي موجود الزخرفه هنا معموله بتقنيه الكلوزوني.
وهنشوف هو اسمه بالانجليزي شالسيدون او خلقدون، وهنشوف ان معمول بتفاصيل رهيبه جدا. عندنا زهرتي اللوتس على اليمين والبردي على الشمال، عندنا اللوتس مدلة، وعندنا سمك، وعندنا في هنا يمين وشمال تحت خالص في سمرتين. السمرة دي اسمها تفاح الجن، اسمها ماندريك بالعربي تفاح الجن، ودي احنا ما بنشوفهاش خالص دلوقتي. ممكن الثمرة دي ما بتتاكلش ولا حاجة، لكن ممكن كانت بتبقى في الحدائق، وعشان كده هو اختارها من ضمن الاختيار الجميل اللي هو عمله في هذه الدلاية، اللي تعتبر أثمن وأبدع دلاية عملها المصري القديم. ولحسن الحظ يعني موجودة وحالتها ممتازة جدا، وإن شاء الله تعرض المتحف الكبير وتاخد المساحة بتاعتها. عندنا الأقراط، عدة أقراط اكتشفت لتوت عنخ آمون، وزي ما حضراتكم عارفين في الغالب كانت بتتعلق في الباروكة في الويك، بتعلق القرط، بالرغم ان احنا لقينا بعض الموميات اللي الأذن بتاعتها مسكوبة، لكن بما ان احنا شفنا بعض المناظر، هذه الملكة دي حد يفتكر ليها راس جميلة جدا في متحف برلين السودة دي، مش كده الغامق بني الغامق، هيلاقي ان الرين دي كانت مدلعة من الغامق. نعم؟ الحلقة. نعم؟ فكلها كلها ابداعات. هنا حكايه الاختراع الجميل اللي اتعمل ده، ان يعمل صدريه للفلشر او للصقر حورس او للصقر رمزي الشمال والجنوب، بنسميها فليكسبل يعني متحركه، يعني ما بتبقاش ريجيد، ما بتبقاش جامده على الصدر، انما متحركه، وعملها من قطع صغيره جدا. عايز اشوف لما بتتفك عندنا واحده بتجيب يقعد فيها سنه وسنتين عشان يركبها مرة تانية. ما بالك مصر القديم بالمعدات بتاعته البسيطة قدر يعمل الحاجات دي، التصميم رائع والتركيب رائع والتشغيل رائع والتطعيم رائع. عايزين اكتر من كده ابداع؟ الابداع في هذا الكرسي، هو بيسموه ميدعة او صدرية، ده عمره ما اتعرض قبل كده، كان مش معروض خالص. وبعدين انا استلمت القسم لقيته موجود في الدولاب، فكان عندنا زميل اسمه مرمم اسمه المرحوم محمد رائد رشدي، مرمم اسمه محمد رائد رشدي، فانا عملت له دراس بوردن، استثرته وقلت له بقى معقول انت تقدر ترمم ده؟ ده كان مفكك خالص وبتاع. قال لي رممه باذن الله، اديني وقت. قلت له اديك وقت. قال لي هياخد وقت كتير. قلت له مش مشكله. قعد اشتغل عليه سنتين، كان مفكك اغلبه، ركبه في سنتين. في سنتين وطلعه بهذا الشكل كانه مظبوط بالظبط. طبعا احنا فاكرين بعض الصدريات دي موجوده في النقوش الفرعونيه زي الزرد، بيسموه زرد او صدريه او درع. هذا الدرع الوحيد اللي عثر عليه في الحضاره المصريه كلها، وطبعا دي ابداع اتعمل لتوت عنخ آمون. ليه الناس حبوا يعملوا له حاجات ما اتعملتش قبل كده؟ طلعوا كل اللي عندهم عشان يثبتوا حبهم ليه، لانه مش عشان هو اللي رجع، لا عشان هو اللي كان على رأس الحكم لما رجعوا تاني لعصرهم الأقدم بتاع احترام الآخر. إخناتون قال لا ده لوحده، هم قالوا لا احنا عايزين يبقى عندنا رموز أكتر ونعيش زي ما كانوا المقابلين عايشين، وطبعا ده من ضمن الإبداعات اللي تركت إخناتون. ثم الصدريات الجميلة حدث ولا حرج، كل واحدة بدولة ليها شكل مختلف. هنيجي للتكنيك بقى
اللي احنا بنقول عليه تكنيك في ابداع. انا اتعلمت ده من المرحوم شادي عبد السلام المخرج المشهور، ومن المهندس الديكور العظيم صلاح مرعي. اتعلمت، رحت عندهم قلت لهم وروني بقى انتوا بتعملوا فيلم اخناتون بتعملوا الحلي ده ازاي؟ انا اللي مجنني الكلازونيتا سهله قوي، ان انت بتعمل الرسوم بواسطه سلوك الذهب وتلحمها بالتسخين، ما بتلحمهاش بماده لاصقه، لا انت بتسرح كلمتين على بعض وتشبكهم وتلمعهم. انتوا بقى قولوا لي بقى الحبيبات الصغيره دي بتطلع ازاي؟ قال لك احنا عملنا تجارب كتير جدا لغايه لما عرفنا بتتعمل ازاي؟ لان المصريين كده ما بيكتبوش عندنا، يقولوا اكتبوه ويقول لك احنا عملنا الحبيبات دي كنا بنعملهم كده وكده وكده، مفيش. وقال لك احنا كنا بنسخن قطع الذهب في كور صغيره كده، وبعدين بعد ما تتسخن لدرجه معينه يضربوها على، انتوا عارفين التزجه؟ حد يسمع كلمه التزجه؟ التزجه عباره عن حته حديد كده، بتحط ترابيزه حته على ترابيزه على الترابيزه من الحديد، يشتغل عليها الحدادين يدق ويسمر ويعمل، ويجي نيجي على التزجه وهي سخن ونار، يمسكوها بالمرقاط ويروحوا ضربينها على التزجه كده تتبذر الحبيبات الصغيره. بس عند عشان يوصلوا ده عرفوا يوصلوا درجه الحراره اللي ممكن الذهب ما يسحش قوي، وفي نفس الوقت لما ينزل ينزل حبيباته، وياخدوا الحبيبات دي بعد ما تنشئ ما تبرد يمسكوا واحده واحده ويسخنوا تحتيها ويسخنوها ويروحوا لزينها بالتسخين ويعملوا منها الديزاينز الجميله دي. حبيبات اسمه تكنيك التحبيب اللي هو بيسموه بالانجلش جرانيوليشن. جرانيوليشن هو اللي موجود هنا. الكلازونيه خلاص بقى احنا عارفينه من الدوله الوسطى. حد يفتكر حلي الاميرات بتاع دهشور ولا هون سطحه حور وسطحه حور يونت ونفروه بتاع، عارفين احنا الناس دي عندهم برضو الكلازونيه. انما تكنيك التحبيب، وهنا التحبيب برضو بطريقه رائعه جدا جدا، وبعض الاحيان بتفك والحبابات الصغيره ما بتبانش. ثم هذا التكنيك الجديد اسمه ايه؟ بالعربي ممكن يسمى شفتيشي. يقول لك ده معمول بالشفتيشي او التخريم. نعم حد يقول حاجه؟ لا كلمه بالايطالي نفس الشفتيشي في لوجرانا بالايطالي. فالاوبن ورك ده او الفيليجري او الفيليجرانا ده بيسموه بالعربي، يقول لك ده شغل شفتيشي او بالتخريم. كله يجيب صفيحه من الذهب ويقص حوالين المناظر اللي اتعملت ويفرغ ويطلع علينا المناظر الرهيبه دي. دي توك بتتشبك على الرداء بتاع الملك، توك، ودي منها في كتير من مقبره تدعخمون، بس قبل كده ما كانش فيه وبعد كده ما لقيناش. فبنشوف هذا التكنيك الاوبن وورك او الفيليجرين معمول بطريقه دي قد كده، يعني بتاع 10 سم بكتير قوي، في 6 7 8 سم العرض والطول او الارتفاع والعرض. بتتلزق ازاي ممكن على بتتشبك زي انت ما بالست بتجيب، لا مش بدبوس، لا بتتشبك بالخياطه بالتخييط على الرداء عشان ما تشكوش، وبعدين ما هو مش محتاج يركب دبوس محطوط من ورا. فاهمين حضراتكم؟ لان احنا ما لقيناش الايه؟ ما لقيناش الدبوس اللي يطلع من ورا عشان يشبك في القماش، فاحنا بنعتقد ان ده كان بيخيطها خيط رفيع قوي على الارديه. ثم انا كان نفسي طارق يبقى موجود هنا، طارق فرج، لانه سالني سؤال على الاناء دوت. ها؟ ما حدش قال مين فهمت ليه؟ لا قول قول قول. ما اتكسرتش؟ رحت شفتها ما اتكسرتش. ايه؟ انت شفتها؟ لا دكتور ما فيهاش حاجه، انا بقول شفتها. هي عذر عليها مكسوره ومفصوله.
يا ناس النبي يا ناس. أنا رحت شفتها بعد ما كل مرة. هي كانت مكسورة. ماشي بس. مترممة في لما اكتشفت. أيوه. مش إحنا اللي رممناها. ولا اللي موجودين في المتحف دلوقتي رمموها وكسروها. يا ناس والنبي أرجوكم. أنا ما ردتش على طارق على طول لما سألني. لأني لازم أجيب الصورة دي من بقالها 30 سنة. أيوه. الصورة دي بقالها 30 سنة. وجبت صور هاورد كارتر. انا معندي الارشيف بتاع هاورد كارتر ولو عندكم وقت اوريه لكم بعد او مره ثانيه. عندي ارشيف هاورد كارتر على الكمبيوتر يعني. فبيصور كل حاجه في مكانها زي ما كانت وبيحط عليها النمر. حد شاف تسجيل لهاورد كارتر الناس اللي معاه يوم ما اكتشفوا المقبره؟ حطوا على كل اثر رقم وصوروا كل اثر بالرقم بتاعه وطلعوا كل اثر بالوحده وتعالج هذا وترمم اذا كان عايز ترميم وتنظف وغلف تغليف رائع ونقل المتحف. ارجوكم يعني بجد انا عمري ما ارد على واحد الا اذا كنت متاكد. وخلوا بالكم لما اتاكد 100% ارد واقول اه او لا. مخبره تي اخيرا حد شافها دلوقتي مليانه مراوح. اه حد شافها دي فضيحه. واول واحد من ضمن الاوائل الناس اللي كتبوا رايهم انا كتبت وقلت مش معقول الكلام ده عاملينها مخزن. فده كلام يتحط فيها خايفين على شويه مرامح ورمح مراوح قديمه ودواليب وكراسي. لا هو عمال الترميم يا دكتور السلالم الحما عملوا الشغل بتاعه بيجي ثاني يوم فبيحطوا الحاجه دي في المقبره بيجي ثاني يوم يشتغلوا. بس ما ينفعش والله. ما هو حضرتك هتعملهم ايه؟ فدي من ضمن الابداعات العظيمه جدا اللي اتعمل. وعن الاواني الالباستر حدث ولا حرج. كل اناء فيه ابداع، عمرك ما تلاقي اناءين زي بعض. ودي قمه الابداع. والناس عندها فكر والناس طلعوا كل اللي عندهم حبا في مين؟ توت عنخ آمون. اللي عمل الحاجات اللي انا قلت لحضراتكم عليها. اللي رجع هو والحاشيه بتاعته رجعهم للزمن الماضي الجميل اللي هم بيحبوه. حد شافش الابداع دوت من حضراتكم وقال يا سلام على حضرتك. بس مطبوخ عليه استنى ما هو دلوقتي هم بيبوظوا الزرار. اه مفيش لا لا انا عارف ما خلاص. فاذا شوفوا الابداع دوت وحضراتكم عارفين دي معموله من انائين. اناء الجواني هو اللي عليه الرسم من بره اللي محطوط جوه بالظبط جوه بالملي. وعشان يعمل الحاجات الرفيعه دي لازم هتتكسر منه. يعني زي ما احنا بنقول هنا الزهرتين اللوتس والبردي اللي على اليمين والشمال رفيعه جدا جدا ممكن تتكسر. هو على فكره ايام حسن رجب ما فتح جديد وكنا بنروح عنده كانوا بيحاولوا العمال يعملوا بعض الحاجات زي اللمبه دي. ما حدش عارف يعمل اللمبه دي. كل اللي بيعملها تتكسر منه واي واحد كان بيعملها تتكسر. اخيرا بقوا بيصبوها ها بتتصب دلوقتي. ما فيش واحد يقدر يعمل الاواني اللمبه الثلاثيه دي بالشكل ده اللي هي من الطبيعه لكنها زهرات لوتس زهره على سطح الميه. وهذا الإناء المبدع والغطا بتاعه بيتفتح والأسد الرابض اللي عليه والمناظر صيد الحيوانات والأربع رؤوس اللي تحت دول اللي بتوع الأعداء اللي كلهم تحت مصر مفيش أعداء يرفعوا راسهم قدام المصريين. وإزاي بيتقفل هذا الإناء؟ بيتلف البيفوت بتاعه كده بيتلف ويتربط بين الزرار اللي فوق يمين والزرار اللي تحت يتربط ويتختم. هو ثم لسانه ده رمزيه له؟ نعم الاسد. نعم الاسد اللي طلع لسانه هنا دي رمزيه ولا فيها حاجه؟ فيها رمزيه؟ ثانية واحدة ساعتين. الاسد هنا بيقول على لسان فيها رمزيه مش متوصل. اه هنا مش متوصل.
مش واضح. عايز ارجع المنظر مش شايف. اوكي الاواني اناء على هيئه الصابي دوت والمصفط. المصفط دي اختراعها عجيب جدا والله من اثار توت عنخ آمون. ثم بس عشان هو قال لي 10 دقائق انا هضطر اجي شويه، لكن حبيت اوريكم المنظر اللي موجود على الصندوق دوت. واحد مدير اكبر من مدير اكبر مدير متحف من اكبر متاحف في العالم. جمس هو بصفتي مدير المتحف استقبلته ومشيت معاه وجينا عند هذا الاناء وقال لي الاناء هذا الصندوق مش مصنوع في مصر. قلت له ليه؟ قال لي بص كده فوق وجه الملك توت عنخ آمون وفوق وجه الملكه كان فاضي. كان ايه فاضي؟ معلوش اسم. ولما استورد من الخارج من بلد اسيوية فكتبوا عليه اسم الملك واسم الملكة جنب وش جنب التاج بتاع الملك وجنب التاج بتاع الملك. يا سلام بقى في واحد اجنبي ما شافش مصر يرسم وجوه توت عنخ آمون بالظبط كده والملكة والأردية واللوتس والبردي وكل الرموز المصرية القديمة دي يرسمها من مخه من غير ما يشوف مصر ويشوف آثار مصرية وتقول لي إن ده مش صناعة مصرية. وأنا آسف جدا احتديت عليه وسفيت آراءه بالرغم إنه راجل كبير جدا وأكبر أثري في بلد. ثم الصندوق الخاص ببعض الأدوات توت عنخ آمون اللي مرسوم عليه المعارك الحربية والصيد. وانا جبت لكم منظر من الكرنة عشان تشوفوا الملك السيتي الاول وهو راكب على العرض الحربية بتاعته وتشوف توت عنخ آمون بقى ده هو عمر توت عنخ آمون معاه الحرب وبقيت الصناديق. ثم هل تعرفوا ان مصر القديمة هو اللي اخترع صندوق الباروكة او علبة الباروكة؟ هذه علبة باروكة. وارجو ان انتوا يا ريت انا لو يعني كنت فاهم اياميها بالباروكات كنت جبت باروكه صناعيه وحطيتها عشان الناس الزائر يشوف ان ده صندوق باروكه وكانت معموله عشان تخلي الباروكه بتاعت الملك. والكراسي او اللي على اليمين دوت دي مسند راس وده كرسي. الكراسي دي مش منطبقه، خلي بالكم اوعى تفتكر ان دي منطبقه، هو بيديله فليكسبيليتي يعني اللي يقعد عليه او اللي يحط دماغه عليه بتريحه، انما هو ما بيطبقش. الكرسي هو معمول على نسق الكراسي او الادوات اللي بتطبق اللي لا بتطبق لكن هو ما بيطبقش. طيب حد يقول لي جلد الفهد دوت محطوط هنا ليه؟ رسم جلد الفهد عشان يدي احساس بانه طري لما يقعد عليه الملك يبقى مش محتاج يحط عليه اي فرشه. ده هو جلد الفهد اللي مرسوم عليه ده هيديله راحه وهيخليه سيمبوليكلي مستريح. والكرسي اللي فيه اكتر من 4000 قطعه تطعيم، كرسي الاعتدالات وكرسي العرش وحتى يد العصايه. ارجو ان الحاجات البسيطه دي ان برضو لو عندكم وقت ممكن الناس يشوفوها والزوار يشوفوها نبقى قابض على الشعوب سيمبوليكلي برضو رمزيه. والمراوع والعجلة الحربية اللي احنا بنعترف اي نعم اذا كانوا جابوها لما دخلوا الهكسوس مصر ولعبة الضامة اللي لغاية دلوقتي من الصعب جدا نعرف كانوا بيعملوا بيتلعب ازاي. وعلى فكرة في امريكا عملوا ايام انا كنت موجود في امريكا مع المعرض عملوا مسابقة اللي يعرف يحل اللعبة دي اشكر اللي يعرف يحلها يقول وياخد جايزة. محدش عارف يحلها. والشعلة النور هو الحياة والشعلة هي الحياة. والرمز موجود عندكم هنا وألعاب الأطفال
والمظله المنطبقه، المظله المنطبقه، وده اختراع من اعظم الاختراعات اللي اتعملت، هو والسرير المنطبق. وحضراتكم عارفين انا كنت مذهول، وحتى حاولت افك السرير واركبه تاني، يعني افكه من بعض واركبه تاني، خفت عشان ما اعرفش، وقلت اسيبه زي ما موجود هنا، زي ما الصور القديمه. والولاعه اللي بتقدعها اللي بتطلع النار، الجوانتيات لكل اعمار الملك، فعمره الكبير سائق العربه الحربيه وهو طفل، كل حياته فيها جلوفز او جوانتيات والاندر وير والمانيكان الخاص بالملك توت عنخ امون اللي بيفرض عليه الملابس بتاعته، وربما كان الترزي بتاعه بيفصل عليه عشان الملك ما يقعدش ياخد منه مهزات، يبقى عارف المهزات على طول. وطبعا الكلام اللي احنا بنقوله دوت 99% منه صح، يعني اذا كان ده مانيكان يبقى ممكن يكون كان مانيكان فعلا، انما او موديل يتعمل. الاسره بقى دي اللي ليها مهمه جدا بس يعني بسرعه جدا، هذه الاسره احنا بنسميها الاسره الجنائزيه، هي اللي هيستعملها الملك في صعوده للسماء او في للعالم الاخر. فرمز البقره الام والمرضعه اللي هتشيل وتطلع بيه، عارفين سفينه الفضاء هيبقى دي زي سفينه الفضاء تطلع بيه للعالم الاخر او لعوالم اخرى. وايضا انا اعتقد اللي يروح منكم لو سمحتوا مقبره رمسيس الثالث، انا فاكر ان فيه سرير زي السرير دي منقوش في الطرقه المستطيله على اليسار في وسط الصاله من مدخل المقبره، هتلاقوا فيه سرير زي دول كده. انا كنت فاكر لان انا ما شفتش المقبره في سنه 70 ولا 69 ولا 70، مش شفتهاش غير انما انا فاكر ان فيه سرير من الاسره دي، ودي طبعا السرير الثاني براس الفهم اللي اسمها محيط، وترمز الى القوه والجمال في ايزيس وحرثور كربات حاميات ومنتقمين لاوزوريس وحورس، دول هيحموه زي ما حموا اوزوريس وحورس هيحموه الفهد ده او اللبوه دي. ثم فرس النهر، وطبعا حضراتكم عارفين فرس النهر اسمه هم اللي بتلتهم، احنا بنقول لما الولد الطفل الصغير كل هم كل هم 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 يعني التهم. فهذه فرس النهر هي مفترسه وهتخوف اي حد هيعترضه، وبتقف فين؟ في قاعه العداله المكتمله، تقف واقفه مستنيه يقول مسلم في الميزان في الفصل 125 من كتاب الموتى يقول يروح الجنه او يروح النار، المسلم بتلتهم والملتهم على طول. شكرا جزيلا، شكرين. راحت على يدي كام قطعه بس انا ما كنتش مدير، كان المدير بدالي في الفتره دي الاستاذ جلال شعراوي، وبعدين رجعت من السفر قال لي المرحوم احمد ادري قال لي وديها المتحف الحاجة ده في الثمانينات ممكن كام قطعه من المتحف الحرب خد بس العرض ورجع تاني. متحف مين؟ الأقصر. متحف الأقصر خد من المتحف المصري تمثال تحتمس الثالث المهم جدا. واللي خده برنارد بوتمارك.
حد يسمع كلمة بوتمر ده؟ بوتمر ده هو ده كان فوضى في الستينات اللي يفتتح متحف الأقصر اللي عمله المهندس محمود الحكيم، وراح نقى من المتحف المصري نقى تمثال تحتمس الثالث وخد راس البقرة. أقول لك حاضر سنة. وخد تمثال أو اثنين من تماثيل الأرباب والحاجة اللي تدعى الهمون موجودين في الصالة الفوقانية. وخد ايه تاني؟ وخد تمثال سيدي الأول الألباستر. الهارد كفر لما فتحوا المقبره في جزء تحت اللي هو الحته الخاصه بين الامس والشمس. ايوه في حاجه مدريتها كده بتاع قوس وعفش، فبيقال ان هم فتحوا مقبره صغيره قبل الميديا ثاني يوم قبل التصوير، وحد دخلوا عالم صغير وخد شويه قطع خمس قطع اتلاقوا في القصر بتاع الكنار. يعني مبسوط ان انت قلت الكلام ده. انا ماشي اقول لك الدكتور علي حسن كان رئيس هيئه الاثار، والدكتور علي حسن حي يرزق، وراح انجلترا وقال لهم عايز اروح اشوف قصر كارنارفون واشوف الاثار اللي خدها من مقبره توت عنخ امون. فودوه في حجره سريه فتحوها له وقالوا له اتفضل شوف اهو اذا كان عندكم حاجه من مقبره توت عنخ امون قول. فما لقاش. المشكله ان احنا عملنا معرض لتوت عنخ امون اللي في المتحف المتروبوليتان، ومتحف المتروبوليتان لا بصور رئيسه اسمه توماس هوفينج كان كتب كتاب اسمه توت عنخ آمون The Untold Story، وقال فيه ان اشتروا من مش فاكر بس بالظبط من لورد كارنارفون ولا من هوارد كارتر اشتروا منه تمثال راكب حصان، شخص راكب حصان، والتمثال الشخص اللي راكب في الحصان دوت قليل جدا في الحضارة، يمكن هو الوحيد اللي من الحضارة المصرية. لكن في معركة قادش اللي يروح ابو سمبل ويشوف منظر المعركة بتاعت قادش يلاقي المرسال اللي بعته رمسيس الثاني عشان يجيب الفيلق بتاع الشبان او الكاديكس من عرونة ويجوا بسرعة علشان ينقذوا الملك من الورطة اللي هو فيه راكب حصان. الراكب الحصان دوت نادر جدا في الحضارة المصرية، ممكن يكون مصري لكن مش بالضرورة من مقبرة توت عنخ آمون. اقول لكم ليه، انا مش معرفش 100% انما حسب دراساتي وابحاثي وشغلي مع الناس شغلي مع المكتشفين اعتقد ان مفيش حاجه اتسرقت من مقبره توت عنخ آمون في العصر الحديث. زي ما احنا عارفين ان المقبره دي اتفتحت على الاقل مرتين، والاختان باينه بتاعت الجاكر ده حارس الدبانه باينه والاسامي موجوده. فاعتقد ان في حاجات اتسرقت من المقبره في العصور القديمه لما اتفتحت، وكل مره تتفتح يروحوا يقفلوها تتفتح مره تانية، وتقريبا يعني اتسرقت مرتين او سرق فيها حاجات مرتين، لكن مش حاجات كبيره قوي لان كانت حتبان وبعدين من ناس الجبان. لكن حظنا احنا الكويس كمصريين وكبشر في جميع انحاء العالم ان هذه المقبره اكتشفت تقريبا سليمه، عشان تبين لنا هذه الفترة الرائعة في حياة وعقائد وفنون وتقنيات مصر. إنما هتقول لي في المتحف كذا والمتحف كذا والمتحف كذا فيه، لكن من توت عنخ آمون تقريبا مفيش. لا إلا حاجة كملت تعبير طلعت منه الكولة والرقائق اللي اتعرضت دلوقتي. الرقائق دي كانت في اوضه اسمها اوضه 2 الغربيه
وانت داخل عارف تمثال حتشبسوت السفينكس الكبير ده، في اوضه بتاع الترميم جميل. الاوضه دي المفروض ما اقولش جواها اوضه ثانيه، وكانت تبع توت عنخ امون، والاوضتين الاولانيين تبع الاستاذ سيد حسن لانه كان هو امين البردي والعمله، وكان عنده خزنه جوه كبيره قوي. عشان يعرف انا حاجه، لا احنا كنا أقولك أنا سنة استنى بس أنت فكرتيني بحاجة مهمة. سنة سنة 83 أو 83 جالي ديتريش فيلدون، دكتور محمد عبد المنصور ديتريش فيلدون، جالي سنة جالي متحف، كان في متحف، كان ما في متحف في ميونخ هو ومراته، وبعدين قبل ما يتنقل لمتحف برلين هو راح متحف برلين بعد كده وساب ميونخ لمراته، وقال لي انا عايز اشوف دفتر التسجيل بتاع توت عنخ امون. ف رقم 33000 كاس، فجبت دفتر التسجيل وفتحته لقى كده ايه الانيشيالز بتاعت جاي برانتون كاتب جي بي. عثر على القطع الفلانيه في المقبره، وعند عمل ريفيجن لم نجد المجموعه كذا والمجموعه كذا، ومضى فقال بالدفتر سنة 31. فقال لي بقى الكلام ده مظبوط؟ قلت له مظبوط ليه؟ قال لي لأن في تاجر في سويسرا قال إن واحد يوناني كان بيشتغل مرمم في المتحف وخدهم عشان يرممهم ومشي بيهم، ودلوقتي دول معروضين في السوق وأنا أعقزهم وأشتريهم. الكلام دوت موثق، وشمس رايا دكتور محمد عبد المنصور كان هو المستشار بتاع الوزاره، مش اسمه هشام سرايا بقى؟ مستشار، كتب لنا مذكره، والراجل قال ان انا بعد ما ادرسهم واشتريهم بفلوس ولايه بافاريا وادرسهم هرجعهم للمتحف المصري. المشكله ان بعد ما اترمموا ورحنا سنه 83 وكان معانا الدكتور ادري والاستاذ محمد عبد الحميد رضوان الله يرحمه كان وزير الثقافه، ورحنا متحف ميونخ وكان فيه مؤتمر المصريات هناك، فورونا القاع بتاع التابوت اللي موجود في المتحف في اوضه اخناتون اللي معمول على الازاز ده، ما كانش اتعمل ازاز، وروه لنا وقالوا ركبنا الشرايط الذهبيه وهنرجعها لكم مصر. امتى؟ قالوا احنا بندرسها. فيلدوم قاعد يقول انا مشكله المشاكل ان فيلدوم طلع معاه مشي راح برلين، ومراته اسمها شوسكا، شوسكا ودي يعني شخص صعب قوي يعني. قالت لك لا ده احنا حكومه بافاريا دافعه فلوس ليها مش هترجع، واحنا اللي عملنا واحنا اللي رممنا واحنا اللي دفعنا واحنا اللي جبنا الصندوق بتاع التابوت الازاز اللي موجود دوت مش هنرجعه، وعملنا معاهم مشكلة جامدة جدا. وكان المفروض اسمه مستشار ألمانيا اسمه شريدر، شريدر جه مصر، وكان المفروض نرجعه في المتحف، فجالي السفير المستشار السفارة قال له اعمل معروف اوعى تفتح قدامه موضوع، لأن المعهد الألماني في مصر كان واقف معايا أو واقف مع مصر، وده لازم ترجع. وبعض أساتذة الآثار في المؤتمر المصريات كانوا في ألمانيا اللي بتعمل كل سنتين دوت حاجة، كانوا واقفين معانا، ومنهم ولد طردوه من متحف برلين. قال أرجوك لما يجي السفير عنده 50 دقيقة. الكلام ده شوف أنا فاكره من سنة كام يعني. الحمد لله
لما يجي المستشار ال 50 دقيقه دول اوعى تجيب له سيره البتاع، لان احنا اتفقنا خلاص وكتبنا وهيرجع لكم الذهب اللي فيلدو اشتراه من سويسرا. وسكتنا. بعد شويه جم قالوا ممكن تعملوا لنا معرض ببلاش للقطع دي وبعض القطع الخاصه باخناتون. عملنا لهم معرض بسيط جدا، ما اعتقد كانوا من 12 حته ولا حاجه، وبعتناهم والغطاء وصندوق التابوت رجع مع الحاجه دي، وجت في فيلدوم وشوسكا مراته سلموه وهي بتبكي ازاي احنا نضغط عليها ونرجع هذا الصندوق الخاص بالتابوت وعليه رقائق. لكن عندنا بقيه الحاجه وموجوده في اشتغل عليها اسمه ايه اللي بيشتغل في الترميم يا استاذ الدكتور محمد المتحف اسمه ايكمان، الولد اللي بيشتغل في الترميم في المتحف المصري الالماني بقى له 10 سنين ولا حاجه، هو اللي عمل تمثال بيبي الاول النحاس اللي رممه، هو اللي بيشتغل دلوقتي على الرقائق دي وطلع منها حاجات جميله، وفي معرض في المتحف خاص بيها. فيعني ما يضحش حق وراه مطالب. اتفضل. بشكر حضرتك اولا على المحاضره الجميله دي، يعني عادي فينا كلام في موضوعات مهمه جدا وفتره مهمه جدا في تاريخ مصر الحضاره، فتره اخناتون وفتره توت عنخ آمون، ان هي فتره فيها اشكاليات كثيره ولسه الى الان فيها ارهاصات او ترجيحات زي ما حضرتك بتقول. انا بس ليا طبعا يعني تعليق بسيط كده او اضافه، يعني ممكن حضرتك يعني تتقبلها، ان انا بقول ان الفقر جمال الفن في عصر توت عنخ آمون ما هو الا نتاج الحركه الفكريه في عصر اخناتون، وان احنا كون ان احنا ما لقيناش مقابر ثانيه فيها نفس الاثار، لا احنا طبعا على ثقه تامه ان المقابر لو كانت القصه سليمه كان هيبقى فيها اكثر مما هو موجود واحلى واعظم مما هو كان موجود في عصر توت عنخ آمون. طبعا الادله على كده، انا عندي مقبره ستي الاول بتسجل عليها كل المناظر او كل التماثيل وكل الحاجات اللي هي المفروض انها بتكون هي الاساس الجاهز بتاع المقام. فاذا احنا هنا عندنا تاكيدات ان كان في مثل هذه المقام وما تبقى من عدد ده من الفضل الثالث والحاجات دي اللي هي اتوزعت في المتاحف الثانيه بتدل ان كان في نفس الافكار الدينيه والاساس الجنسي كان موجود، ولكن طبعا نظرا للسرقات الكثيره دي في اذا هو ضاع. انا بس قبلها عشان ما انساش بس الكلام القديم، انا متفق معاكي في جزء كبير من اللي قلتيه، على اساس ان المقابر الملكيه اللي كانت في وادي الملوك قبل ما تتسرق كان فيها حاجات عظيمه جدا جدا، لكن احنا ما نعرفش عنها حاجه. اللي عرفناه بواقي ما ترك في مقابر وادي الملوك وعثر عليه في بدايه القرن اللي فات في مقابر وادي الملوك زي ما قلت، من الحطب الثاني في الحطب الثالث في الحطب الرابع او من الحطب الثاني و وسيتي الاول. كل الحاجات اللي اكتشفت دي يعني مش هتدينا فكره كويسه عن اللي كان موجود، لكن انا جبت بعض المقارنات من تماثيل اللي توت عنخ آمون بالحربة مش كده؟ جبت تمثالين منهم، جبت تماثيل بتاعت الكار بتاع توت عنخ آمون اللي كانوا على الباب بتاع حجرة الدفن، ها؟ وجبت تمثال زيهم او تمثالين منهم مختلفين خالص حتى في الحجم وفي الشكل وهم مذهبين، وانا بعتقد لو ممكن يكونوا كانوا عليهم طبقات، طبقه من الذهب ونزعت منها لاستعمالها في اغراض اخرى بوسط اللصوص. وعشان كده ما اقدرش اخد المنطق الحاجه دي كحاجه ثقه بان اثار مكانه المقابر دي كانت تضاهي اثار الملك توت عنخ آمون. لكن انا ما اعرفش، لكن اللي انا شايفه واللي انا اتاكد لي بعد ما شفت الحاجات دي كلها ان اثار توت عنخ آمون كانت فريده ومليئه بالابداعات. يعني احنا ما عندناش حلي خالص غير حلي تاليس بعد كده
وحليه الملكه توس تاوس سيبك من احنا ما نسالش على الدوله الوسطى انا قلت على الدوله الوسطى اللهم ايه ايوه اطلب الساعه لا مش اطلب الساعه ولا لا فيها ابداع ما اقدرش اقول حاجه ارقم من كده انما انا قلت لكم ان في كلوزينين من عصر الدوله الوسطى مش كده ولا ايه اللي هو فيعني انا شايف ان فرصه وجود مقبره توت عنخ امون بهذا الشكل دي مش لينا احنا بس للبشريه كلها واعتقد ان ورا الحاجات الجميله دي كلها حب الحاشيه الخاصه بتوت عنخ امون اللي كان مستفادين من وجود توت عنخ امون عوده العقائد القديمه وعوده الجنود فنون اخناتون هو مشاهم في سكه بتاعت الحقيقه والعداله اذا كان في ديفورميشن او ديفورميتي في الفيجرز اللي تحته يبقى كل الناس يبقوا شكلهم ديفورم زي مش كده ولا ايه؟ لما تشوف الاليه الكبيره والشفاه الغليظه وشكله اللي هو كان هو يكون ممكن يبقى حقيقي هذا بس بالحركه وكده لا ما مش عصر في حركه زياده دي حركه زياده من ناحيه طريقه التصوير النبات نفسه لما بيجي يصوروا بيصوروا كانه بيتمايل بقى خلاص ما فيش المودلز الثابته بتاعته وجهه نظر تحترم بس انا يعني اقدر اوافق عليكي اوافق عليها لحد كبير بس الثانيه بس هي مقبره توت عنخ امون هي مقبره اعتقد ايوه طيب ما انا يعني متفق مع حضرتك ممكن يكون في افتراض بس برضه هل شخص ايه اسم حضرتك ايه؟ انا حسن عبد اللطيف وانت كنت بوصيه لما حسن سنة في المحكمة مشينا احنا بمناسبة ذكر مقالة قاعد المقالة اللي حضرتك أشرت فيها بتاع الدكتور سيد توفيق الدكتور سيد توفيق الله يرحمه الفكرة المقالة دي الفكرة البحث هو بحث وكان صح أيوه بحث اللي بنسمع كانت المقالة دي يثبت فيها إنها مش مقالة قاعد وإنها مش مقالة أي حد تاني غير الدكتور أحمد معلش وقال إن هو كل النصوص الكلاسية اللي على أي حدة في مقالة كبيرة هم حطوها على المقصود فهو مش محتاج نقاش وقال ان التصميم مصور على المقاصد صح يعني مثلا تماما مع المقاصد اللي داخله جوه بعضها والتوافيق اللي داخله جوه بعضها اللي مستحيل تتعمل في 70 يوم في ثلاث سنين طويله عشان تتعمل فالمقاصد كانت اسبوعين اقولي ومن نقطه ثانيه كمان ان في الاسره ال 18 وقت الملوك كان لسه حديث ما كانش حد غير ملك من حقه انه ياخذ معمره في وقت ده حصل بعد الاسره ال 18 لا 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 الاسره ال 18 حصل مين بقى في امون مس اظن وفي بعض الناس ويويا وتويا هو في اثنين بس هقول لك اثنين بس اللي دخلوا مين؟ 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 اثنين يويا وتويا وامون مس بس 19 لا 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 18 يويا وتويا وصل 18 هو في المقالة دي بتقول ساعتها غير الاسم بتاعي انها مقالة لا لا انا في الحته دي مش بقايه اي وخدوها اي مثلا لا ما عنديش شكرا يا شكرا اي شكرا يا ايمن